السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم كما راكم تلاحظوا جبت فلفل ملون، يعني سبحان المصور، الوان رائعه، يعني تحسب ماشي خضره. تقول نحطو ونزين به في المطبخ تاعي وسعيد وكان جميل بزاف. المهم واش راح ندير لكم به؟ راح نجرب به الحميص، راح ندير به الحميص. هو على العموم البنه مثله مثل الفلفل الخضر لاني كنت طيبته ديجا في وصفه اخرى، برك ما صورتهاش لانه درت هكا تجربه. ولما تاكدت بلي الطعم هو كيما الفلفل الاخضر العادي، هنا واش قررت ندير به؟ قررت ندير به حميص ملون. هذا الحميص راح يصلح لكم حتى في المناسبات، ويكون تكون حاجه شويه يعني مبدله على اللي موالفين عليها. اول حاجه باش نديرها، انا راح نحي راس الرؤوس هذه لهنا ونشويه عادي، نشويه كيما نشوي الفلفل. اذا ها هو كما راكم تلاحظوا، مع كل 3 حبات نتاع فلفل نديرو حبه نتاع طماطم، يعني نشويو معاهم حبه نتاع طماطم. الحميص هو البنه تاعو كيتشبع الفحم، ولكن يعني حتى الطابونه راح يجي بزاف بنين. اذا البنات كما راكم تلاحظوا، بعد ما شويت الفلفل نتاعي، انا هنا ما درتوش في الروبو، مرحيتوش عفوا في الروبو، فضلت نقطعو خير كما راكم تلاحظوا الى قطع صغيره جدا هكا باش الالوان تبان شويه، لانه لو نديرو في الروبو فما راحش تبان الالوان، راح تمتزج وتحصل لون واحد. هنا لما يسخن الزيت نتاعنا، اول حاجه راح نحطو قبل الفلفل يتقل شويه، ابخي راح نزيدو الطماطم. اذا هاوليكم راح نخليه قبل يتقلى، ومن بعد نضيف له كما قلت لكم الطماطم. من بعد ما الفلفل تقلى وطلق كما راكم تشوفوا الغفار نتاعو، الان حتى الطماطم كنت يعني قطعتها كما هو غير بالموس، وراح نخليها تتقلى حتى تكمل طيابها مع الفلفل. هنايا واش نديرو؟ انا الحميص تاعي ما نديرش فيه الفلفل الاسود، ما نديرش فيه كذلك الثوم. واش راح ندير فيه؟ راح ندير فيه غير شويه نتاع ملح. اذا هكا نملحو وراح نخلي الحميص تاعي حتى نطيب ونرجع لكم على النتيجه ان شاء الله. ها هي النتيجه اخواتي، جا الحميص ولا اروع، وفيه طعم مميز نوعا ما. صحيح فيهم حتى هما طعم الفلفل حلو، ولكن كان الطعم مميز، ربما لانه الالوان يعني تناغم الالوان مد طعم اضافي ما نعرف. المهم ننصحكم اذا يعني وقع في يدكم هذا الفلفل وشريتوه انكم تجربوها، مش راح تندموا عليها، الوصفه بزاف بزاف بنينه. اذا هذه اخواتي، اذا عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفه، خلوا لي اعجاب وانتظروني في فيديو لاحق. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.